بليل القاسمي رئيس النقابة الوطنية للممرضين. احنا راسلنا عديد المرات سلطة الاشراف واعلمناهم بانه قادمين على موجة ثانية وعلى اوضاع خطيرة اكثر من الموجة الاولى، لكن ما تمش التجاوب معنا. اليوم احنا كإطارات تمريض في المؤسسات الصحية لقينا رواحنا في وسط مؤسسات من غير وسائل حماية، من غير وسائل نجم نقدموا بها الخدمة العلاجية الأدنى منها. ونحن الضراب نتاعنا متواصل غدوك العشرة راجعين. اليوم معناتها احنا اليوم في وضع وبائي خطير جدا، الحكومات السابقة والحكومة هذه ما حضرتش باللازم كيفاش باش تتعامل الجبهة هذه. اليوم احنا نؤكد على أنه صحة المواطن من أولوياتنا، من منطلق أخلاقيات المهنة، من منطلق معناتها القسم اللي أديناه على خدمته. اليوم نشوفوا في تجاهل تام من قبل سلطة الإشراف، نشوفوا حتى اليوم إرسال برقية الإضراب لوزارة الصحة، وزارة الصحة تنشر بروتوكول صحي للمؤسسات الصحية لا يرتقي إلى المستوى العلمي والتقني. معناتها وزارة تجاوب، وزير يتعامل بمنطقة بروتوكول صحي في الدرج، معناتها سمع بالإضراب جبد الدرج خرج بروتوكول صحي. لهنا نشوفوا حتى الجلسة اللي صارت ما بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الشؤون المحلية والبيئة فيما يخص البروتوكول الفضاءات العامة. اليوم راو الممرض والإطارات العاملة بالمؤسسات الصحية عرضة للخطر أكثر من السابقة. معناتها اليوم نشوفوا إطارات صحية تعمل بدون أدنى وسائل الحماية، اليوم الإطارات الصحية معرضة حياة عائلتها للخطر. اليوم نشوفوا ما فماش بروتوكول واضح للتعامل مع مرضى كوفيد. اليوم نشوفوا صمت كامل وغياب للدولة، غياب للمسؤولين. مع توزير من يوم 22 سبتمبر في باله بإضراب عام للممرضين ما يتجاوبش معاه وما يتفاعلش. في دولة تحترم روحها أبسط شيء يهز التليفون ويفهم شنية المشاكل، علاش الإضراب موجود. احنا الإضراب اليوم كنا نتصوروا بعد الموجة الأولى من مرض كوفيد، كنا نتصوروا أنه باش تكون لفتة شكر لأعوان وإطارات الصحة، لكن لا قوانين أساسية، لا مراجعة في المنح. مع تغييرنا من المؤسسات خذوا منح وخذوا ترفيع في الأجور، وإحنا كنا ساكتين نخدموا ما طلبناش بهذا، وأن احنا اليوم يلزم تأثير للمهنة. احنا زملائنا يحملوا أمراض مزمنة ويقوموا بعلاجات كيميائية وعلاجات بالأشعة مازالوا يخدموا في الأقسام معرضين أكثر للخطر. أنت اليوم لو كانت تخسر الإطار التمريضي مع هجرة الممرضين ألمانيا وكندا والخليج، اليوم باش تستورد ممرضين من برا نوليو نجيبوا احنا ممرضين معناتها من الافريق، ونجيبوا ممرضين من تايلاند، ونجيبوا ممرضين من الفلبين، نوليو احنا كما بلدان الخليج. انت تخسر اليوم في كفاءاتك التمريضيه على حساب شكون؟ اليوم احنا المساله راوها مسيسه تماما. الناس هذه لا تخمم في الممرضين، لا تخمم في المؤسسات الصحيه، اللي الناس الكل تعرف الوضع الصحي في تونس متردي، سبيطاراتنا ماهيش قادره تستوعب المواطنين العاديين، فما بالك انت اليوم في جائحه كيف هذه. احنا رانا نتعاملوا مع امراض اشد خطوره من الكوفيد، لكن المرض هذا مجهول، مجهول مجهول العلاج ومجهول العدوى، هذا مشكلتنا معه. من امام وزاره الصحه التونسيه وقفه احتجاجيه للممرضين التوانسه بهدف انه عندكم برشا مطالب، خصوصا وانه قاعدين نعيشوا في بلادنا في كارثه صحيه بيئه معنى الكلمه. عندنا 17000 حاله اصابه مؤكده بجائحه الكورونا في بلادنا، الممرضين ماهمش محميين كما قاعدين تقولوا. كانت حدثني اختي على ظروف العمل داخل مستشفياتنا العموميه. سلام ساعة، أنا ممرضة رئيس. والله شنو نحكي لكم، ظروف تعبة على الأخر على الأخر على الأخر، عباد توز كوفيد بوزيتيف ويخدموا أمام طوم، معناتها تلقاها كوفيد بوزيتيف ويخدم في مرضى أخرين، معناتها لابس عليهم ويقول لك اخدم ما عندكش حتى سمتم، اخدموا عادي وما نعرفش شنو. احنا دخلنا ساعة على اساس نخدموا، كلمونا الوزاره معناتها اجيو عندكم اونتروتشان باش ندخلوا نخدموا على رواحنا، عملنا اونتروتشان وكل شيء، قالوا لنا باش ندخلكم تعملوا كونترا بعام. اوكي نعمل كونترا بعام، ومن بعد تصور الوضعيه نتاعنا على اساس
خدمنا عام على رواحنا، توا كلمونا قالوا لا باش تعاودوا تعملوا كونترا اخر، عباد ماهيش خالصه، عباد تخدم في 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 ظروف خايبه على الاخر وقاسيه على الاخر، ما فماش لا سالير لا فما حتى شيء، وفوق من هذا كل ما زبرونا عندي زملائي عملهم كونترا بثلاثه شهور، معناها واحد قاري ودنيا وتعب وشقا وكل شيء، يعملوا كونترا بثلاثه شهور ويخدموه عام ونص كاملين، كونترا بثلاثه شهور، عام ونص كاملين يخدم في النواغ، معناها ما عنده حتى حقوق تصير له اي حكايه، ما يهمه فيه حتى عبد، ومن فوق ما يخلص الجمله، بالحق ظروف ظروف قاسيه، واي حاجه تكلم عليها انت كونتراكتويال، اي حاجه تحب تقولها، انت فماش قانون، عبد تخدم في النواغ معناتها. ما ثلاثة شهور يعملوا الكونترا ثلاثة شهور وتقعد تخدم عام ونص ما غير حتى شيء، ما غير حقوق، ما غير حتى شيء، بالحق ما فما حتى شيء ينجم يحمينا، حتى شيء. ماذا بينا احنا، ماذا بينا يشوفونا وضعيتنا يساويوهن، احنا الكونتراكتويال عندنا مشكلة كبيرة على الاخر زادة، ومش واحد مش اثنين مش ثلاثة مش أربعة مش خمسة مش ستة، نحكي لك راهو بالآلاف مدخلينهم بالكونترا، وكلنا نفس المشكلة وكلنا نفس الحكاية. يساوي لنا وضعيه نتاعنا مش طالبين حتى شيء، نخدموا بلاش ماتريال من غير حتى كوفرتور، نخدموا عادي مع باسيون اتان بالكوفيد 19 بلاش ماتريال، مش متوفر لك حتى شيء، تخدم وتسكت، تجي تطالب بحقك. انت كي تخدم مع عبد بلوس يعني مريض التحليل نتاعو خرج بلوس للكوفيد 19، شنو الامكانيات اللي وفروها لكم باش تنجم انت تداويه العبد هذاك والا تصر على راه؟ أبار بافيت سير بلوز سيتو انت والمستشفى، يعني فما مستشفيات توفى فما مستشفيات ما عندهاش الماتريال باش تخدم مع باسيون كوفيد بلوس يعني. وانا بالنسبه لي انا نتكلم باسمي وباسم اكثر من 3000 ايتار، تم انتدابنا بصفه تعاقديه بعقود هشه مماطله في الشهريه، سبولنا بعد عام، فما شكون وصل انا شخصيا معناها فت العام خدمه توا قاعده نخدم في النوار بلاش شهريه بلاش كونترا بلاش حتى شيء، انا وبرشا من زملائي يعني قاعدين نخدموا هكاك في النوار، نخدموا هكا هاو معنا في السيرفيس. احنا ممرضين تونسيين عملنا نقابه في ديسمبر 2018، النقابه هذه مستقله يعني ما تتبع حتى اطار نقابي اخر. بالنسبه لنا بدينا التحركات نتاعنا تقريبا من شهرين التالي، قبل كنا نطالبوا فقط ب مطالبنا كانت فقط معنا حبر على ورق، بدينا في التحركات عنا شهرين تقريبا، وقت اللي شفنا اللي البرقيات والمراسلات اللي نرسلوا فيهم لوزارة الصحة ما معاهم حتى تجاوب، ما معاهم حتى استجابة، ما لقينا حتى ردود، هكا علاش احنا قررنا أن نتحركوا، وخاصة في هالوضع هذا الوضع الكارثي كما كان يبين زميلي نقيب الممرضين اللي بالحق يعني دخلنا في أزمة كبيرة ياسر، ومش ما نجموش نخرجوا منها، نجموا نخرجوا منها إذا كان حاطين استراتيجية، أما إحنا تو ما عندنا حتى استراتيجية، حكومة جديدة وزير جديد وما فما حتى باساسيون تاع استراتيجية يعني اللي كانت تخدم بها الوزارة الأولى أو الوزير الأول، لقينا روحنا يعني إحنا في فم المدفع بأتم معنى الكلمة، الممرضين هما اللي في الواجهة مش وحدهم، صحيح الإطار الطبي والشبه الطبي الكل، ولكن ديما أكثر إنساني يتعامل مع المريض هو الممرض، تقريبا يعني عادي 6 ساعات او 12 ساعة اللي يخدموا بالليل وهو وجهه في وجه المريض دون ادنى حماية، ما عندناش ماتريال كامل، ما عندناش سيركوي كوفيد واضح، ما عندناش استراتيجية واضحة متاع خدمة، دونك احنا مطالبنا مش باش نزيدوا فلوس ومش باش نزيدوا في شهرينا، راضين بالوضع هذا المادي لكن نحبوا تحسين الوضعيه نتاع العمل نتاعنا لا اكثر ولا اقل. قداش وصل لحد الان عدد الاصابات في صفوف الممرضين والاطار الطبي كذلك؟ المشكل مش في عدد الاصابات، المشكل في انه الممرضين اليوم كوفيد بليس بعد 10 جور من تعرضهم للاصابه بالكوفيد يرجعوا يباشروا العمل بدون بي سي ار. هذا هو الاختيار اليوم في انه ما فماش بروتوكول واضح من وزاره الصحه ومن المسؤولين عن الصحة في تونس. مشكلة كبيرة هذه في تونس أن معناها زميلك يكون كوفيد بليس ويرجع يباشر العمل بدون بي سي ار بدون تحليل كوفيد. وهذا القرار منين جاي؟ قرار شخصي للممرض أنه يرجع بعد 10 أيام من إصابته بالكوفيد بليس وإلا قرار جاي من فوق؟ لا، قرار إداري، قرار جاي من فوق، قرار جاي من الوزارة، وزارة الصحة ما رينا حتى شيء من الصحة، تفهم فيها؟ الله يهدي، الله يهدي.
الزملاء اللي خدموا ما نعرفوش القرار من شكون، يا اما من اداره معناها مقر العمل ولا قرارات فوقيه. مده في الحجر وارجع اخدم، حتى كي يجي مريض مشكوك في اصابته قبل حتى التعليل فما زيكا للطبيب باش يباشروا الممرض، البس كما جاء وادخل، معناها البس جواندوات وبافات اللي هي في روحها ما تكفيش. وغير هذا فما بنايات في كل مستشفى، فما اقسام تنجم تفرغ، معناها نجم نستغنوا عليها وقتيا وتتخصص كاماكن للعزل. السيتياسيون اللي وصلت لها البلاد سيتياسيون تري تري غراف. السيتياسيون هذيا كنا نجموا نتجنبوها، كانت عندنا صفر حاله لمده شهرين. الحكومه هذيا والسياسيين هذوما يخموا كان في المناصب، يخموا كان في الكراسي، وما عندهمش اثباتات علميه على يعلموه. بلجيكا تتعدى من الاحمر للاخضر في ليله، فما حتى علمي نجم يفسر الحكايه هذه. دونك نحن ما عادش عندنا ثقه لا في اللجنه العلميه، لا في وزير الصحه، لا في رئيس الجمهوريه، لا في كل من شارك في المجزره هذيا. هذيا راهي اباده جماعيه قاعده تطبخ للشعب التونسي، وعلى الشعب التونسي انه يتحرك توا باش يوقفها. الحل صعيب، من الحل موجود. الحل هو اللي استعملناه في مارس، كيما كي خرجنا من الاول في مارس قلنا كان نسكروا اليوم باش يصيروا 55 ميت، كيف كيف كان نسكروا اليوم باش يصيروا 800 ميت. 800 ميت هذوما على رقبه الوزاره، على رقبه رئيس الجمهوريه، على رقبه الدوله التونسيه. اليوم لازم نوقفوا المجزره، كان باش نسيبوها راهو اللي باش يصير فينا مش السيناريو الايطالي، راهو باش يصير فينا السيناريو الاكواتوري. سيناريو يفجع، سيناريو ما نحبوش نوصلوا له، اما الدوله هذيا تهز فينا ليه. حاجه اخرى توا يحبوا يزيدوها معناها بعد هذا الكل، معناها سوء التصرف. اليوم في برشا سبيطارات منهم سبيطار القصاب ممرضين عبيد مرضى بوزيتيف للكوفيد ويرجعوا فيهم يخدموا. اش معناتها؟ معناها غدوه مريض يجي تكسر ساق وعمل اكسيدون يجي لابس عليه يروح بالكوفيد. هذوما قرارات عبيد ما عندهمش مخ، ما عندهمش روح، ما عندهمش قلب، وهذا اللي وين باش يهزونا ليه.